صديقي بحلقة اليوم معي باستديو كريستال بدروسيان. أهلا وسهلا فيك كريستال، ميرسي. حضرتك اختصاصية تغذية. ليش تبلشت بهذا الروبورتاج؟ هذا الروبورتاج بفرجيني إنه أنا هذا الأكل اللي حكيوا عنه هو له غذاء سليم وصحي لكل إنسان. هذا الغذاء بيقولوا حتى الشخص إذا كان مدخن أو غير مدخن وأخده بيضل محافظ على وزن صحي وسليم. اليوم مع حضرتك رح نجرب نشرح هذا الموضوع، حنجرب نعرف اليوم الموضوع اللي رح نحكي عنه. هو كتار من الناس بتوقف التدخين وبتقول بنصح، مزبوط، وكتار بتخاف انها توقف التدخين لانه ما بتعرف ليش اصلا هي بتنصح او اذا مزبوط بتنصح او ما بتنصح، وكتار من الناس بتقول اذا انا ضليت ندخن انا بحافظ على وزن سليم وصحي وايديال، يعني عرفتي؟ سو في اخطاء كثير شائعه بمفهوم الناس، واليوم مع حضرتك حنجرب عن جد نريحهم ونقول لهم انه ما في شيء مستحيل، واذا بنعرف وبنفهم الخبريه من اساسها صح حنشوف انه هي كثير سهله وبنقدر نتخطيها، ما بنعمل منها خبريه وبنعمل بانيك. اليوم معي كريستال رح نحكي عن موضوع التدخين، ولكن قبل ما فوت احكي عن التدخين وعن قديش ممكن ينصحني او يضعفني او شو لازم اكل وشو لازم اعمل كيف لازم اعود وكل هول التفاصيل، خليني اعرف شو بيأذي التدخين. اذا بدك التدخين عندك شقين، نعم. عندك كل المشاكل الصحيه اللي بنعرفها من السرطان لمشاكل بالرويه لمشاكل بالكارديوفاسكولار، صحيح، كل هدول المشاكل بنفكر فيها، حتى السكين، البشرة، الأسنان،
عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفتنا كريستال بيدروسيان اختصاصيه تغذيه. برجع برحب فيك من جديد كريستال. موضوع حلقتنا هو التدخين والاخطاء الشائعه او الوزن وزياده الوزن وخساره الوزن، يلي اليوم مع حضرتك حنجرب او بلشنا باول فقره نبسط الموضوع وتوصلي الرساله اللي لازم يفهمها كل مشاهد مدخن، انه ما في شيء مستحيل وكله بينحل بمجرد ما نحن نستشير اختصاصي بيساعدنا بهذا الموضوع. كنا عم نحكي انه في اشياء لازم يتبعها ويتساعد فيها شخص المدخن اللي رح يوقف عن التدخين، لانه بيرتبط هذا الشيء بقصه زياده الوزن، هذا الشيء اللي بيمنعه اوقات انه يكمل هذه المسيره الايجابيه. حكينا انه هو صحيح انه بيزيد الوزن، بس في شيء مفاجئ بدك تخبريني اياه. شو هو؟ صح انه التدخين المضبوط بخلي الشخص يكون وزنه اقل، ولكن اقل ايه مضبوط، ولكن الدراسات فرجت انه هيدا الشخص عنده كميه دهون بمنطقه البطن اكثر من الشخص الغير مدخن. عم تمزحي؟ صح، يعني ما ينبسطوا كثير، لضعيف عنده كميه دهن دهون اكثر، يعني خسروا بالنسبه لاوراقه اعلى من الشخص الغير مدخن. ليه؟ لانه التدخين بيخلق التهاب بالجسم مثل ما بنسميه انفلاميشن ستيت، بخلي انه ريزيستنس على الانسولين ما يمشي مظبوط، بصير عنده انسولين ريزيستنس، بصير معرض للسكري اكثر، وبصير معرض للمشاكل القلب اكثر. فليش كل هيدول؟ لانه خلق انفلاميشن. ونحن وقت بنقول انه الشخص بصير يكدس دهون بمنطقه البطن مضر اكثر، لانه بيقدر يتسرب الدهون على الدم وبيعلي لنا الكوليسترول، بيتسرب على الكبد وبصير عندنا اذا بدك دهون على الكبد. بذات الطريقه التدخين لانه بيخلق انفلاميشن عند الشخص المدخن بخليه يكدس دهون بمنطقه البطن اكثر من غير مناطق بالجسم، وهذا بجيب له مشاكل ثانيه يعني، ومشاكل مشان هيك كمان ارتفاع بسبب ارتفاع السكري، التريجليسيريد، كل هول يعني مش بس دايركت التدخين بخلينا يصير عندنا مشاكل بالقلب وبيصغر لنا الشريان وبسكر لنا الشريان، indirectly من خلال الانفلاميشن الالتهاب اللي بيخلقها بجسمنا بكون عم بخلينا نتعرض لهدول المشاكل الصحية أكثر، خاصة لأنه النيكوتين بقلب الدخان بيأثر على الكورتيزول، بعليه، وبالتالي نحن بنعرف انه الكورتيزول بالجسم لما بيكون عالي الشخص بيصير يكدس دهون بمنطقه البطن، والنيكوتين بأثر كمان على الهرمونات تبع النساء والرجال، فبهالطريقه كمان لما بيعمل امبالانس بيصير هذا الشخص ان كان رجال او مراه يكدسوا دهون بمنطقه البطن اكثر من غيرهم، فما ننبسط بهالثلاث اربع كيلو لانه نحن عم نخلق كميه دهون اكثر من الشخص الغير مدخن. مشكلة ثانية يعني. صح. طيب خلينا نبلش نحكي عن كيف الشخص بتساعديه حتى ما يكتسب وزن زائد. اهم شيء البلانينج، اذا عملنا بلانينج مهم بنقدر نساعد حالنا اكثر. يعني انا معود بدي ادرس حالي، معود انه دخن مثلا لما عصب بدي الاقي بديل للتعصيب. هل لما بعصب بدي اكل؟ فينا ناكل، فهون بدنا نقول له شو هن القصص اللي فيه يتناولها من دون ما نكون عم نزيد كثير الوحدات الحراريه والسكر. يعني فينا نلجا صوب القصص اللي بنتسلى فيها بس ما فيها كثير كالوري، مثل الخيار، الجزر الني، البروكولي، الادامامي، كل هدول بياخذ وقت شوي. اذا بدك على شكل السيجاره بتاخذ وقت، بتفشلنا خلقنا وشكلها مثل السيجاره، سو اذا خلينا الخيار والجزر الباتون سالي كمان هو شيء كثير صحي فينا نتسلى فيه. سو اذا كان الشخص عنده مشكله تسليه وفشه خلق فينا نتسلى بانواع معينه من الاكل. يعني كل ما يطلع على باله سيجاره ياكل خياره، بياكل خياره. صح، بدنا بديل، ما في يعني ما فيك تقولي لشخص. هل برايك هذا الشيء متوفر وين ما كان وكيف ما كان مشان هيك البلانينج كثير مهم، انه نخلي تابر وير معنا فيها هدول القصص المقصقصين ونفش خلقنا فيهم، لانه هو رح يلجا للشوكولا. يعني اذا وقف التدخين هو لحاله اذا ما عمل بلانينج رح يلجا للشوكولا. ليه؟ مثل ما قلنا انه التدخين بيعلي الدوبامين تيحس حاله مرتاح، الكومباسيشن اللي بدها تصير عند هذا الشخص رح يلجا صوب الشوكولا تيعلي له هذا المود الحلو لانه بده المود يرجع يتحسن. شوكولا بزلنا بيحسننا من المود ولكن بيرجع بينزلنا اياه، فبدل ما ناكل شوكولا نتسلى بغير انواع معينه من الاكل، فينا نتفه مكسرات، فينا حبه فواكه، فنخلي هدول انواع معينه من الاكل لانه الشخص اللي رح يوقف التدخين رح ياكل ويعمل سناكينج. طيب حبلش اسالك اول سؤال. اول شيء بيقول لك يا شخص المدخن اللي عم بيوقف التدخين ضلني حاسس حالي جوعان، مشان هيك لازم يضلوا ياكل.
ولكن طيب انت اعطيتيه شيء لقمش صح يتسلى صح يعود عن السيجاره يحس حاله في شيء بايده عم بيتسلى فيه لانه هي صارت شيء نفسي كمان او قاعده كثير اني بهالطريقه على طول عندك سيجاره وهيدي الطريقه التقريبه وتبعيده وحاطط شيء على الشفاف وكل هولي عم تعطيه جزره خياره اكسترا الاشياء اللي حضرتك حكيتيها بس جوعان الزلمه انه هولي ما بيشبعوا مزبوط مزبوط هلا هيدول بيساعدوه لانه شوي فيهم فايبرز وبالتالي الفايبرز اذا بدك بخلوا الشخص يحس حاله شبعان ولكن بالمقابل بدنا نعطيه بديل للجوع لانه قلنا الدخان بخفف الجوع صح. بدنا شيء حتى يوقف لنا هذا الجوع المعقول يزيد لما وقف التدخين معقول هالقد تحس يحس بالرغبه بالاكل يعني هالقد عن جد منهم. يعني مزبوط لما بيعبروا لك انه هالقد من جوع هالقد بضل على بالنا ناكل لكن مش كلهم لانه حسب قد ايه كان التدخين مهم بحياتهم قد ايه كانوا بدخنوا وعلى اي بدخن ما بيتروق اغلبيه تمام. الاشخاص بيقولوا دغري على السيجاره صح صح بكون بدك تشوفي في بعض الاشخاص بيقولوا لك عم بجوع اكثر في بعض الاشخاص بيقولوا لك عم بعمل ستريس اكثر بدي لقمش اكثر حسب كل واحد حاجته صح وقد ايه او شو مثابه الدخان بحياته فاذا كان جوعان يركز اكثر شيء على كل شيء سلاد وعلى كل شيء بروتين على كل حال انت بتعرفي لما بتسالي يمكن الاسئله اذا هالقد هو مدمن ومتعلق فيه صح يعني صح ساعه بيشربها الصبح وكيف كل ما ببلشها بكير كل ما هو اذا بدك مدمن اكثر كل ما دغري لما يوعى بده السيجاره فاذا قلنا الاشياء للتسليه في تسلى جزر خيار بروكولي مكسرات بتوصلي اشياء خفيفه ما بتنصح وهيك بتعوض له عن هالحركه اللي هو او عن العاده اللي كان يعملها بالتدخين اوكي خلصنا مشان الشبع اذا انا شخص بضل جوعان بروتين بروتين يعني لحمه دجاج سمك نتفه لبنه نتفه جبنه يعني فيه حط نتفه جبنه وياكلها بالشوكه حدا بندوره وخيار فيه يعمل بيض البيض بشبع كثير لانه فيه بروتين فينا نعمل بروتين لحال هلا اذا اخذ بروتين وجبه بروتين زياده لحال مش غلط يعني بس بالوقت الجيع مش بيشبعك بسرعه بس بيجوعك كمان بسرعه مش بالضروره مثلا مثل المعكرونه بتحسي انه شبعت بسرعه ولكن بتعطيك دغري السكر وبعدين بترجع بتجوعي اكثر من اللحمه عاده البروتين بدوم اكثر لانه هضمه منه نشويات اقل صح الا اذا كانت نشويات حبه كامله نشويات حبه كامله بكون عم يعطينا انرجي شوي شوي لانه بطيء الهضم لانه فيها فايبرز اوكي وعندك البروتين كمان بشبعك يعني كثير لازم تكوني دقيقه مع الشخص عن جد تعرفي هو يعني بدك تفهمي اللي هو تتعرفي تعطيه الاشياء اللي بتناسبه لانه في ناس يمكن تشبع بسرعه في ناس بتجوع بسرعه في ناس ما بيقيت فيها هيدا النوع الاكل بتقول لك انه لو شو ما كان عطيتيني رح ضلني جوعان قديش بيستهلك السيجاره خلال النهار وكيف ومتى اكثر شيء بتعوضي له اياها ممكن يقول لك انا بقعد انا بالنهار ما بشرب لانه بلتهي بالشغل بس اجي على البيت مثلا بقعد بدخن هون بدك تعطيه اشياء مناسبه لليل احنا بنعرف قديش الاكل بالليل بيضر مزبوط وفي منهم حتى ان هن بالسياره يعني اذا هو بالسياره تيتسلى بده يدخن انه كمان بدك تعطيه شيء هو بالسياره تيتسلى فيه يعني لازم يكونوا معهم قديش الاكل اكيد كتير صعب هي بحد ذاتها واحد يوقف التدخين منا شيء هين ابدا لازم يكون في اراده لازم يكون في بلانينج لازم يكون في اشخاص كمان عم يدعمونا ويحمسونا لانه بتعرفي قد ايه الاشخاص اللي حوالينا بياثروا علينا يعني مش بس بالدايت في كتير اشخاص سلبيا اذا بدك بياثروا عليك يي ما خلصنا دايت ما زهقتي كيف عطيتك بس هالقد اكل معقوله كيف مضاينه تبقى انت بتقلع اول شيء وبعدين بترجع بتقولي معهم حق وعلى اخبارهم بتصير يمكن جوعي وتقولي مش ايه صحيح كتير بيتأثروا الأشخاص ولا إنسان أصلاً يعني أنا بقول الدايت اللي بعمله أو الإكس اللي بعمله أو الإجراج اللي بتعمله يختلف لكل شخص يعني ما كل واحد عنده احتياجاته وقديش بيحرق وقديه بحاجة كالوريز بالنهار مزبوط منشان هيك دايما لازم انه نحاوط حالنا باشخاص عارفين انه هن رح يكونوا عم بيساندونا مش عم بيرجعونا لورا انا بقول لهم للبيشنز ما تخبروا انكم عم تعملوا دايت تخبروا شيء خاصه اذا هدول الاشخاص اللي حواليكم رح ينقوا ويقولوا لكم يي وليش وليه ما عم تاكلي وبلا بدي لا اذا نحن عنا صديق بالعكس لو شو ما عملنا رح يضلوا عم بيسندنا منخبره وبضلوا عم يمشي معنا حتى لو نزلنا نص كيلو مش هيدا يكون هذا الصديق عم بيقلنا يي بس نص كيلو ضعفته بنكون نحن كل هالعمل اللي بنكون عم نشتغله اذا بدك بالكلينيك تحت نعطيه موتيفيشن نحمسه بيروح هيدا الشخص بيقول له فيه يي بس طبعا. طلعت نص كيلو في مثلا عندنا دائما بستعمله كل على ذوقك البوس على ذوق الناس انا بقول لهم كل على ذوقك والبوس على ذوقك وعمول كل شيء على ذوقك مش على ذوق الناس يعني هي عم تعمل لك مش لهم طيب هات حدثينا عن الشخص يلي بدخن كثير بالليل
الأشخاص اللي بدخنوا كتير بالليل كمان بدنا نلاقي لهم بديل، ولكن البديل ثقيل لأنه لما بدنا ناكل عشية وبده يفوت ينام هيدا ما كتير رح يفيدنا، بصير عم بيعمل late night snacking. وخاصة الأشخاص اللي بيتعوقوا تيناموا، يعني بيصيروا قدام التلفزيون ساعة ورا التانية والدخان ماشي، هدول الأشخاص كتير بفيدون السناكينج، يعني سناكينج ولكن على شرط يكونوا قليلين بالكالوريز، يعني مثل ما عدينا لهم اياه. حتى البوب كورن هو كمان بديل قدام التلفزيون اذا عملناه بالبيت ما كتير فيه كالوري، بيقدر الشخص يتسلى فيه. بدنا نقول للشخص انه بس بوب كورن مش بوب كورن، لا انه ثلاثة كوب، ثلاثة كوب هي قد حصة نشويات. اوكي، يعني بتلغي شيء بالنهار نشويات. ايه، او هي بتكون حاسة عشية مثلا، حسبي ما اكل خبز، في يعمل سلطة عليها بروتين وبعدين يتسلى قدام التلفزيون بالبوب كورن. واهم شيء بنقول للاشخاص انه حيلا شغلة بتذكرنا بالتدخين ضروري نبعد عنها. يعني عندك شغلتين بيرفقوا عادة التدخين، الالكول والكافي. صح، فهدول الشغلتين اذا بنحس انه رح يسببوا لنا هيدا الشهيه انه نرجع ندخن شوي نبتعد عنها. فاذا كمان في كثير اشخاص بيشربوا قهوه كمان عشيه، قهوه ودخان، نستبدلهم باليانسون بالبيبونيش. شرب المي كثير مهم خاصه للاشخاص اللي بالليل لما بدهم ياكلوا، خليهم يشربوا. شرب المي بسليهم، بضيع لهم وقت، بخليهم يحسوا حالهم شبعانين اكثر، وبنفس الوقت بنكون عم نساعدهم تا بالليل يكونوا عم يعملوا شيء. طيب لما بنحكي عن هيدا الدايت لا ما تخلي شخص يكتسب وزن، رغم هيك اذا تبعوا هيدا النظام بيضلون ياخذوا وزن؟ لا، اذا شخص انتبه على حاله ولا نص كيلو ولا فيه ما ياخذ، لانه هن كلهم 200 كالوري. لازم يعمل دايت، واذا ما بده كمان كثير ينتبه على اكله في عنا بديل اللي هو الرياضه. او حتى فينا 100 كالوري نوفرهم بساندويش اقل او شغله اقل، يعني 100 كالوري هن تفاحه وكمشه مكسرات او هو ساندويش زغطور، ومنروح 100 كالوري زياده بالرياضه. اوكي، سو الشخص لازم يعمل رياضه لعده اسباب. اولا الستريس تبعه بدل ما يكون بالدخان بيكون عم بفش خلقه بالرياضه. ثانيا اذا خايف انه يكسب الوزن، الرياضه رح يخليه يحرق كالوريز، رح يخليه يحرق 100 او 200 كالوري، بالتالي بنكون عم نتجنب هالزياده الوزن، وهذا بيكون عم بغير اللايف ستايل تبعه. لانه هو اكيد الشخص لما بيقرر يوقف التدخين هذا الشخص بده يحسن من حياته، ولما بحسن من توقيف التدخين، اكل صحي، تمارين رياضيه، يعني في احلى من انه واحد يكون عم ينتبه على هدول النقاط بحياته. قد ايه بده كريستال تا عن جد يقطع مرحله الخطر؟ يعني مع الدايت اللي بياخذها او مع الانتباه، مش حقول دايت، مع الانتباه اللي بياخذه تما يكتسب هذا الوزن، قديش يعني اذا على ثلاث جماع قدر يوقف الدخان ويحافظ على وزنه، هون بيكون كتير قطع وقت، يعني كتير اذا بدك يعني قطع مرحله الخطر. مرحله الخطر هي اول ثلاث جماع شهر. هلا هو عاده شخص اذا ما انه منتبه على وزنه فيه يضل ياخذ وزن يعني لفتره اطول، ولكن اذا انتبه هن اول ثلاث جماع شهر هن اسال شيء. اوكي، بس في اشخاص بضلوا لست ست شهور عم ياخذوا وزن، ولكن اذا انتبه اول شهر اذا زمط وبيتعود، او بلحظه ممكن يرجع يتغير كل نظامه. هلا مثل بلحظه بيقدر يرجع يدخن، والسيجاره الوحده رح يرجع يخليه، اذا بدك هالسيجاره الوحده بيرجع بخلي الشخص انه يرجع يدخن. زيت الشيء اذا رجع فلت عد تدخين خلص روحت القصه كلها اكيده، لانه يعني قديش بدكم عامل كنترول. اكيد، وكثير ننتبه من الدخانه وحده، لانه اذا رجعنا دخلنا مره وحده بدنا نرجع، يعني ما معقوله بقول لك هيدا خليني بس صار لك ثلاث جماعه عم تعمل افار، ما ترجع تدخل اي سيجاره لانه رح تخليك ترجع تدخن. وانت بتوقفي له التدخين كليا من اول مره؟ هلا هيدي هون صارت ثيرابي ثانيه. توقيف التدخين في كمان اذا بدك معالجين بيهتموا بتوقيف لا طبعا التدخين. بس اذا هو مرة عن معالجين، هو قرر منه لحاله وعنده الاراده الزلمه، يعني اذا هو يعني دغري بتقولي له وقف كل شيء او بتعطيها، يعني هو انا بفضل اللي هن يعني. حسب الدراسات شو بتقول، فرجت الدراسات انه الاشخاص اللي بوقفوا التدخين دايركتلي يعني من نهار للتاني كومبليتلي وقفوا، هن عندهم ريسك انه يربحوا وينجحوا هيدا التشالنج تبعهم اكثر من الاشخاص اللي بيصيروا يخففوا تدريجيا. فالاحصائيات بتقول هيدا الشيء. فاذا قدر يوقف خلص كومبليتلي بنكون عم نساعده اكثر.
بكون عنده تشانسز اكثر انه ما يرجع للتدخين. في نتائج في نتائج اكيد افضل انه لما في الاحصائيات فرجيت خاصه انعملت بلندن انه هدول الاشخاص اللي وقفوا كومبليتلي بداينوا اكثر. طيب مع خبرتك ومن خلال عيادتك في نتائج على الاشخاص اللي قررت انها توقف التدخين واقتنعت انه هو ما بيزيد الوزن اذا انتبهوا على وزنهم من بعد ما مشوا بهذا البروتوكول خليني اسميه لا ما يزيدوا ونجحوا وخلص؟ اكيد. وعندك اذا بدك نوعين من الاشخاص اللي اوريدي وقفوا التدخين وبيجوا حتى ما ينصحوا، وعندك انواع من الاشخاص اللي هن دخنوا وقفوا التدخين نصحوا ولما لاحظوا انه نصحوا اجوا يعملوا دايت. ولكن انه اذا بدك مقتنعين انه من وراء توقيف التدخين وخبصوا، ولكن تنيناتهم نحن قادرين نساعدهم. بس عندك شخص عم نعمل له بريفنشن اللي هي اهين بكثير، وعندك اشخاص اللي هن اوريدي نصحوا عم نرجع نساعدهم حتى يشيلوا الوزن، ولكن تنيناتهم بنقدر نساعدهم. سو لكل شخص وقف التدخين خايف ينصح خلينا نبلش من هلا، وكل شخص كمان نصح شوي من وراء توقيف التدخين ما يرجع للتدخين، نحن قادرين نعمل شيء وفينا ننزل له وزنه من دون ما يكمل ويزيد الوزن. اذا ما نعمل اذا ما نعطي التيك هوم مسج، شو بتنصحي المشاهدين ان كانوا نساء او رجال حول موضوع حلقتنا؟ ولا مره نلجا للتدخين تنحافظ على وزننا، التدخين منه نوع من الدايت، ما لازم يكون نوع من الدايت. في كثير دعايات انعملت من زمان وكانوا ينزلوا على التلفزيون، في دعايه ب 1930 نزلت فرجت وكانت اذا بدك موجهه للنساء حتى ياخذوا السيجاره بدل الحلو. Take a cigarette instead of a sweet. تخيل قدي هالدعاية عم تشجع الأشخاص إنه يدخنوا بدل ما يتناولوا الأكل. هيدا الشيء أكيد مضر جدا، مع إنه وزننا رح يكون أقل وشهيتنا شوي أقل، ولكن عم نكدس دهون منطقة البطن أكتر. كل ما مندخن أكتر كل ما عنا دهون أكتر. إذا بدنا نوقف التدخين بكون أفضل شيء وأفضل قرار عم ناخده بحياتنا نسوا الوزن. صح. التدخين بعده أهم إن نوقفه طبعاً. من الكيلويين الزيادة اللي هو طبعاً. فينا نشيلهم بشكل كتير سريع وهين. طبعا كريستال شكرا لك، ميرسي لك، على أمل إنه عن جد المشاهد يقتنع بكل كلمة حضرتك قلتيها، لأنه أوقات كتير بتشوفي مصايب كتير حدك ومشاكل كتير وبيبقوا الأشخاص نفسهم بنفس البيت ما تأثروا ولا عنيلهم، بيبقوا ناس عن جد تزعلي لما بتكون الناس مثقفة ومتعلمة وعندها معلومات ومش مقتنعة، بترجعي بتبرر الغير ليش ما اقتنع أو ما وقف التدخين. 2 كيلو و 3 كيلو مثل ما قلتي حتى لو أخذناهم نقدر نرجع ننزلهم، بعضهم كتير قليل نحن نكون قطعنا الأمل، بس التدخين هو أهم بكتير أن نوقفه كرمال صحتنا. صح. شكرا لك، ميرسي لك، شكرا على الموضوع، شكرا لكل المعلومات، واهلا وسهلا فيك. ميرسي.